نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله. أما بعد فالرب أرانك شمس بنورك ضاءت لفضحى محمد. ومد كمدة مناسبتها وين الوين يو دلشدة نبينا محمد عليه السلام هل كان أنكو سوغان هيايا حرونتا دار المصطفى كما ناند ديو آيا هل كان إسوغي يمد سي أي أوين يان دلشدة نبينا محمد عليه السلام وربحنتا وحان إذن كوكو سوغد من دوننا قد بدوين كي هل كان إيكي جيديان مشايخ دوا وين إسوغو جيرا مشايخ ككلت يمد قداها ودنك الصوماليا يدلك ديبدي سبع لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أخيرا وليس آخرا مولانا الشيخ بخاري أطلبكم شيئا وأطلب الحضور جميعا في هذه اللحظة وفي هذه الثانية أن تدعو الله لبلادنا السودان خاصة علماء الدين واوين أو أي كمديهين علماء كالتمد قدها دلك صوماليا إيو دلك دبدي سقارهان دلك السودان إيو باكستان أيا كقب قلي مناسبة ده وينين تنبيقين محمد عليه السلام culumadii ka hadashay munaasabada ugu horeeyo Sheikh Maxamed Bukhari ayaa ku dheeraaday ka hadalka siirada Nabigeena Muhammad (alayhi salaam) iyo muhiimada xuska dhalashadiisa. Hada amrun wadihun li kulli aqilin wa li kulli aalimin wa li kulli muhibbin lin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Fa nahnu naftakhiru ma'shara somaliyin an nakuna 100 ala millatin بأننا مؤمنون ومؤمنات فليس فينا مشرك ولا كافر ولا شيعي ولا مخالف لملتنا وديننا وهدينا وصفنا فهذا فضل وفخر لشعب الصومال على جميع الأمم بأسرها عربهم وعجمهم قل من حوى هذا الفضل من الشعوب في العالم فشعب الصوماليين من الله عليهم بمنه وفضله حتى جعلهم نعني شعب الصومال حتى جعلهم الله سبحانه وتعالى أمة وشعبا وحيدا وفريدا على نهج وسنة وحيدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقام كان انجوغنو او كلمة كان جوغنو وحان جعلنا الى ان كوين النبي عليه الصلاة والسلام كلماتك قيمها بدن الهي وكو ارزقيدتك محبين تيال كان امكانيي سادرات دو حان وضلين نهي لمانتين السلام عليك يا سراجا منيرا ايها الاحباء أهل الباكستان وأهل الصومالية كلاهما واحد الحمد لله رب العالمين سافرت أول مرة إلى الصومالية وبعد هذا السفر أتيقن أهل الصومالية أهل المحبة الحمد لله أنا أحبك بسبب محبة الله تعالى ومحبة رسول الله الحمد لله رب العالمين جزاك الله سيدي الله يبارك فيك إن شاء الله تعالى أنا وأنتم الحمد لله واحد كجسد واحد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسلمون كجسد واحد وعاشك الآن ملائكة إلهي إن ذي كهر رئيسين تهي تحفهم الملائكة هذين أنسح ذي واغتغشاهم الرحمة رحمة إلهي إذن تبونش
وتنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. حسلوني يا قلبي كصوتي يا سام جالسان أو كلا قفكم ركوي ماذا؟ سي إيمان كود إيمان كأسي كرديو أسي زيادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومجالسان أو كلا ملا خير كلا كصوتنا سكينة ذي حسلوني هذا لقوه له رحمة إلهي كصوت دكتور قبل قبل هذا. وذكرهم الله في من عنده إلهي بأقف عنها ملأ الأعلى ملائكتي أيال الليه هي فيريا محك صعدا ميشان أو خير كأ سلق النبي قال قاضى عليه الصلاة والسلام. ذكري أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هي 12 ميجا بايت بير سكن أين لا صعدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفركون أو كنال يبقى لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة